إطلاق. هو يعني قدمت نفسها ضامنا لهذا الموضوع. هناك شيء إيجابي حدث مؤخرا، ونبتدئ من شهر 2 فبراير السابق عندما عين السيد يحيى السنوار رئيسا للحركة. السيد يحيى السنوار كان أسيرا وخرج من خلال صفقة وفاء الحرار عندما أسر الشليط. هذا الرجل يمتلك فكرا سياسيا إصلاحيا، ويمتلك أيضا فكرا عسكريا، كونه كتاب القسام وما شابه، يميل إلى السلم. ومقابل له السيد إسماعيل هنية الذي عين رئيسا للمكتب السياسي خلفا للسيد خالد مشعل. وأركز على موضوع تعيين السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي. في السابق كانت القرارات تأتي من الخارج والإملاءات على حركة حماس داخل قطاع غزة. الخارج يأخذ قراراته من من؟ من إيران، من تركيا، من قطر. الفترة السابقة وخلال يعني أشهر معدودة تم محاصرة قطر وتركيا وإيران. حماس حست بأن هناك خطرا سيواجهها، أصدرت الوثيقة التي شملت 42 بند. الوثيقة السياسية التي جاء فيها تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حدود 67، وأنها خلعت عباءة المسلمين. وأنا بقول لك إنه حماس خلعت عباءة المسلمين. حماس الآن في الحضن المصري. حماس أظهرت مرونة كاملة في التعامل مع الحدود، المنطقة العازلة، تأمين كافة المداخل، الأنفاق، تقدر تقول هذا التخيل.